أهلا بكم في الموعد الإخباري الخاص بالمحليات الحزبية لأعضاء المجلس الشعبي لأربع بلديات من ولاية بجاية، فرعون، مسيسنا، أقبو وتوجا، وبلديتين من ولاية تيزي وزو، أيت محمود وأيت بومهدي، والمقررة يوم 15 أكتوبر المقبل. محطة هامة من شأنها الإسهام في إرساء دعامة أساسية لاستكمال البناء المؤسساتي، وذلك من خلال مجالس منتخبة يعول عليها في المرحلة المقبلة لتحقيق نقلة نوعية في مجال التنمية المحلية بالتوجه إلى إدارة فاعلة مدرة للثروة ومناصب الشغل عمادها الفعل الديمقراطي التشاركي يكون فيه المواطن في صلب البرامج التنموية. وفي يومها الثاني من عمر الحملة الانتخابية وبتيزي وزو حركية وبتيزي وزو حركية وتنظيم محكم على مستوى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تزامنا وانطلاق الحملة الانتخابية بهدف توعية وتوجيه المترشحين لإنجاح هذا الحدث الهام. الأخضر كعوان والمزيد. هنا بالمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الكل مجند لهذه الاستحقاقات المحلية الجزئية، فبعد أن أدركت الحملة الانتخابية يومها الثاني مرافقة ومتابعة أنية للمترشحين وتجمعاتهم الشعبية على مستوى البلديتين بهدف ضمان السير الحسن للحملة الانتخابية. هناك يعني قانون يعني يسير هذه الحملة الانتخابية، ونحن في إطار توعية المترشحين لكي لا يخرجون من هذا النطاق في إطار الحملة الانتخابية. سيد منسق السلطة الوطنية المستقلة يؤكد على أن العملية تسير في أحسن الظروف. التوزيع على الأماكن إرساء من حيث الحصول على الرخصة، رخصة إدارية من طرف القوائم الانتخابية، وكذلك أماكن عرض البرنامج للحملات الانتخابية. كل الوسائل البشرية واللوجستية سخرت لإنجاح هذا الموعد الهام باعتباره مواصلة لبناء الصرح المؤسساتي. قمنا بتسخير كافة الوسائل لإنجاح هذا الاستحقاق القادم بنفس الطريقة، يعني بنفس الطريقة والإمكانيات التي تم اعتمادها في الانتخابات الماضية. هذا وتحصي بلدية أيت محمود وأيت بومهدي 6 قوائم انتخابية بين حزبين و4 قوائم حرة سيتنافس مرشحوها لاستمالة ناخبين يوم 15 أكتوبر القادم. ولضمان السير الحسن لمجريات الحملة الانتخابية للمحليات المقبلة بولاية بجاية، تعمل المندوبية الولائية على قدم وساق لتوفير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا الموعد، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات. زهير بطاش والمزيد. توفير جميع الوسائل اللوجستية والبشرية هو ما تعمل عليه المندوبية الولائية المستقلة للانتخابات لولاية بجاية، حيث سخرت الإمكانية اللازمة للسير الحسن للحملة الانتخابية، وهذا بالتنسيق مع مختلف المديريات المعنية. وفرنا جميع الوسائل المادية من عتاد انتخابي ومستلزمات مكاتب التصويت ووسائل النقل الضرورية وغيرها من المستلزمات. هناك خلية محلية تسمى بخلية تنسيق عملياتية، مهمتها تحضير المحكم للعملية الانتخابية، وأن هذه الخلية تضم مختلف القطاعات والإدارات العمومية. منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ببجاية يعمل على تذكير المعنيين بالانتخابات على واجب التقيد بقوانين الجمهورية، سيما ما يتعلق بالقانون العضوي لنظام الانتخابات. إلزامية الحصول على رخصة مسبقة قبل تنظيم أي اجتماع، وتفادي خطاب الكراهية واستعمال اللغات الأجنبية، كذلك التقيد بأماكن الإشهار والابتعاد عن أماكن العبادة مثلا والمؤسسات والإدارات العمومية، وكذلك اجتناب أي سلوك عنيف أو لا أخلاقي. 12 قائمة، 4 حزبية و8 منها حرة، تتوزع على 4 بلديات، ستعمل كل واحدة منها على استقطاب أصوات الناخبين ليوم 15 من أكتوبر القادم.
وفي اليوم الثاني من عمر الحملة الانتخابية تجمع لقائمة حزب جبهة التحرير الوطني ببلدية توجة ببجاية، تابعته للتلفزيون بهجة بن حليمة. قفزة نحو التغيير والتأكيد على الاستماع لانشغالات المواطن والسهر على راحته، هذا ما أكد عليه مترشحو حزب جبهة التحرير الوطني في اللقاء الذي نظم في قرية أشلوف بتوجة. دوماج قلاون سعرا اللي كبيرة دوية دي جانب المشكل ستة دير البلدية تخص بحول الخصاص وسعر المدين أربع سنين نسات بلوكيا رولي سيتوين أنا نتسوفرين كيني أنا كيني الملتزمات دي نسنس الأمان على سينس مونتريسيتي دي فيربال من الجزائر عن تدريني بالحق انتران كنوا للسنتر والشعيلة هذه موسى عنا لك هنا عنا الاتيوتري الجزء انجينيرا على كومينة توجات سوفريزيس. كما أكد المتدخلون على ضرورة الانتخاب بقوة من أجل صالح البلدية والمواطنين. وبدأ نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا للمتابعة، في أمان الله.